الى رباعي الاتحاد. رباعي الاتحاد عدا محيوز عدا نصيب اللي تحدثنا عنه بنبوط. بنبوط هذا الحارس ليعلم الجميع بانه كان في ضمن المنتخب المحلي الذي كان يشرف عليه بالوتيلي ربما ورد يتذكر، وكان ايضا عندما كان يلعب في شبيبه القبائل كان بنبوط ضمن مخططات بالوتيلي في المنتخب المحلي. ومن المنطق جدا ان عندما نستدعي لاعب للمنتخب المحلي يستطيع ان يرتقي الى المنتخب الاول. بنبوط يتمتع بمورفولوجيه الحراس العصريين. بنبوط ايضا وهو يخوض كاس الكاف مع اتحاد العاصمه قدم مستويات تسمح له بالتفاته الناخب الوطني، مثل محيوز. محيوز ايضا ليعلم الجميع ربما هناك احاديث حول هذا اللاعب، لا يجب ان نتوقف عند محيوز وعند لقطه تضييعه لضربه الجزاء في نهائي الشان. هذا لاعب كره قدم وليس معصوم من اي خطا. محيوز عندما اتى الناخب الوطني في 2018 تاكد بانه كان تحت مراقبه بالماضي. محيوز كان يتمتع بالعديد من المواصفات التي يعني تؤهله للاستدعاء، لكن تعرض ايضا هذا اللاعب لعده اصابات منعته من تطوير مستواه بذلك النهج التدريجي. يعني ايضا حتى الشان خذها وهو مصاب، يعني تلقى ضربه في راسه ومع ذلك خرج هداف تلك الدوره وضيع تلك ضربه الجزاء بالطريقه الفرجويه التي راها الجميع. لكن هذا اللاعب وهذا الفريق، انا اتحدث عن اتحاد العاصمه وهو يذهب الى نهائي كاس الكاف، من حق هذا الفريق ان يكون لديه مجموعه من اللاعبين في الفريق الاول. واذكرك ايضا عماد بان قائمه بالماضي قد تتوسع بالنسبه لاتحاد العاصمه، قد تشمل حتى بعض اللاعبين الآخرين، حوالي 3 لاعبين آخرين يمكن أن يستدعيهم بالماضي في المستقبل لو واصل الاتحاد على نفس النهج خصوصا في المشاركات الإفريقية. لكل هذه الأسباب وجدنا هذه القائمة.